ولتمخميخة سحرورة اليوم. مخميخة اليوم فتحية عندي. شبيكم تغزروا لبعضكم انتي قول وعليش ثم احنا هنا زملاء متفاهمين معناها كلها تحس هكا خالد سيعطانا هكا اشارات بتاع العينين بتاع ثم حاجة مخبي عليا موتو قالك موتو فتفيتو احنا الزملاء نعرفها من بعد ماليناش اليوم فتحية عندي زوز مخميخات مش مخميخة بركة خاطر مخميختي الاولانية ماهيش باش تكمل كلمة مخميختي الثانية باهي ولا باش نبدا عنصر المفاجأة وي باش نبدا اليوم بالكرواسون اليوم عندي كرواسون مخميختي لولانية دونك لازمني رطل فارينة عليها زوز مغارف كبار سكر مغرفة صغيرة ملح باكو سكر فاني مغرفة كبيرة خميرة متاع خبز ونص باكو خميرة متاع جاتو نص كاس زيت كاس حليب كبير وعظمة نبدأ الطريقة نصب الفارينة في صحفة ونزيدوها السكر وباقي المكونات الشيحة يعني الخميرة متاع الخبز والجاتو والفانيليا وبعد نصب عليهم شطر كاس زيت ونبسوها بالقداء الخليط متاعنا وبعدك نزيدوهم عظمة نخلطوا بالحليب الدافي كل مرة نزيدوا شوية معناها بالليتاب حتى لين هكا معناها العجينة تبدأ تتماسك ولا فتحية بديت تشوفها في الكرواسون ولا بديت هاني الريحة بدأت تطلع بشوي بشوي ولا وقت اللي نتحصلوا على عجينة اترية متماسكة نقسموها على 8 معناها كعابر هكا 8 بولات نغطيهم في طبق ونحطوهم يرتاحوا حكاية نصيف ساعة ومبعديك نذوبوا شوية الزبدة ونمدوا كل مرة كعبورة نحلوها بيدينا بالباهي وندهنوها بالزبدة نكملوا هكاكا لي بول الكل حتى لين معناها ديما ندهنوا بالزبدة ونحطوا البول فوق البول معناها بعد ما نحلوها بيان سور ولا حتى لين نكملوهم الكل ومن بعديكا بالقلقال نحلوا الكل مع بعضه بالباهي وقت باش تعمل لنا الفويتاج نتاع الكرواسون دونك بعد ما حطيناهم الكل فوق بعضهم نحلوا الكل بالباهي بالقلقال ماذا بينا تكون اللوتر نتاع حكاية 2 مليمتر با بلوس خاطر لازمها تجي جويدة احنا باش نروليوها كعبت الكرواسون نقصوها مثلثات ونحطوا في وسط كل مثلث شوية شوكولا وإلا لوز وعسل شقال خالد أعطاكم أسوام العسل ولا الحشو اختياري كما تحبوا أنتم ومبعديك ندهنوها من الفوق بأصفر متاع عظمة مغرفة حليب وشوية قهوة باش تعطيك اللون المزيان متاع الكرواسون ونحطوها في الفور ماذا بينا يكون سخون 180 درجة حكاية ربع ساعة عينك ميزانك أنت والفور متاعك ما تخليش لين تحمار برشا تشوفوا كيفاش تتنفج هكا كالفويتاج اللي عملناه بعد ما حلينا لويت بول وعودنا حليناهم ياسر مزيان وياسر تقعد خفيفة الكعبة وبعديك اللي يحب يزين من الفوق يجم يزين بشوية عسل هكا وشوية فاكية وصحة وبشفاء للناس الكل وتمخميختي تكمل هذوما كعبات الكرواسون تاع العشيه كان بقهيوه عربي زمنيه معموله في الدار يا فتحيه حياتي وبرا دونك شنو نعملوا زيد الغسيت نتاع القهوه الزمنيه لازمنا كيلو قهوه كعب عليهم رطل حمص جويد رطل تابل رطل شعير وقشور بركدين اللي يحب القوم تاع البركدين اختياري اللي يحب قشور بركدين شايح ويحط معاهم لازمنا الهيل يا فتحية زيدة هو اللي بشي بننها القهوة هذوما نحمصوهم بالباهي ونخليهم يبردوا على الاخر ومن بعد كان نرحيوهم وباش تجي بنينة وقت اللي نطيبوها قطيرات متاع ما زهر وإلا ما عطر شيء في القهوة حطوا صحن متاع الكرواسون والقهوة العربي البنينة ونستدعاو بحضينا حتى حد وحدكم تفرجوا في التلفزة ميساش كونوا قلبكم كبير واستدعاو صحباتكم وهكا تكون عشوية ميساش هكا تكون عشوية 100% في الدار معمولة 100% نظيفة 100% بنينة هذه هي بيان سور ديالي هذه هي تمخميختي لليوم صحة وبشفاء للناس الكل مخميخة يعطيك صحة سحرورة انت بال